السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني. يوم جديد وفيديو جديد، أتمنى ينال على إعجابكم. صل على النبي. الحلوة كراش، تعالي كراش كراش. طبعا اليوم عندنا ممطر، الله يكون في عونهم، كثير من دسين. هذا الحمد لله لقيته هنا، الكهرباء اللي بين العمارتين حقنا. جيعانة ميتة جوع. بسم الله. حلو عافية. مسكين عنده جرح هنا. مع مين ضربت يا حلو؟ لا تخافي لا تخافي لا تخافي. طيب حبايبي، انا هنا حاب انوه على موضوع ممكن انه يسبب مشكلة كبيرة للبساس، خاصة حق الشارع، انا وهو علب التونة اللي بناكلها احنا في البيت بعد ما نفكها ونفضل لوصفها. يا ليت انه نغسلها ونشطفها قبل لا نرميها في الزبالة، لانه البساس في الشارع اذا نطت وسط الزبالة وجت تحاول تاكل تدور اكلها بتشم ريحة التونة في العلبة. فكثير حالات شفناها وسمعنا عنها انه البس بيدخل راسه على اساس انه يحسب فيه اكل، هي اللي بتجذب الريحة، بيدخل راسه وسط العلبة، ويا انه اذا قدر يطلع راسه بيطلع وهو مجرح، يا انه بيموت مختنق للاسف. فيا ريت يعني نشطفها، واذا تكاسلنا عن شطفها تكون بالشكل هذا دائرية علبة التونة، فيا ريت نفغصها كذا يصير البس ما يقدر يدخل راسه وسطها. هي معدن فراح تثبت، راح تثبت على الوضعية هذه، راح يشم الريحة بس ما راح يقدر يدخل راسه فيها. فيفضل انه نشطفها عشان نخفف من ريحتها ونفغصها بالطريقة دي. وحتى الغطا ندخل وسط العلبة ونضغطهم كلهم سوا، لانه الغطا اطرافه حادة زي ما احنا عارفين، ممكن يسوي لهم تشوهات او جروح عميقة. جزاكم الله الف خير. الحلوة هذه شكلي بسوي لها بيت هنا من كرتون، بس الى الان يعني للاسف ما توفر معي اي كرتون او ما صادف كرتون. انها خلاص على وشك ولادة، ما شاء الله تبارك الله يحرسك. متابعين كثير يسألوا عنك يا حلو، مشكلتها خوافة في الحي، يعني ما بتدافع عن نفسها، اذا جاء احد اخذ اكلها او شيء على طول تنسدح تتفرج فيه. وعند البسة اذا جت فوق السور وشافتها مستقصدة، هذه بالذات كلهم الاثنين حوامل. باذن الله انزل على توفي البسة اللي عندي في البيت، ان شاء الله بنزل لها مقطع. ما قد شفتوها اتوقع، شوفوني على الانستغرام، كثير حاجات انزلها في الانستغرام تفوتكم، الله يسعدكم. يلا استودعتكم الله، ولا تنسوا النصيحة يا اخوان، اي علب حادة مو بس التونة، اي علب حادة نفغصها، نضغط عليها ونخليها زي نضغطها كذا وخلاص، يصير ما عاد يلبس يقدر يدخل راسه وسطها. لا تتضح لي انها تجلس هنا، شكلها حتولد هنا، لأنه كثير بساس ما شاء الله ولدوا في المنطقة، في الفتحة دي والفتحة دي الثانية، يدخلوا جوا ويولدوا ويحافظوا على صغارهم، إنه المكان ضيق ما حد يقدر يدخل، أي بس ثاني يدخل حيلاقي مصيره بالضبط. خليك الشجاعة طيب، سيري قوية، بزورتك جايين. تشتغل معاك الغريزة الأمومية، ها؟ ما شاء الله تبارك الله، ربي يحفظك. الله يسعدكم وجزاكم الله خير. نلتقيكم في فيديو جديد.
مع السلامة.